أنا رزين جسمي وعمري 7 سنوات من ولاد جسمي. مرحبا، اليوم سوف نصنع كعك الورقة، وهو كعك لذيذ جدا من التراث التونسي. أولا نقشر اللوز ونحمصه في الشمس أو في الفرن، ثم نطحنه ونضيف إليه السكر وماء الزهر. نحضر العجينة بالدقيق الأبيض والزبدة لنلف فيها قطعة من العجينة اللوز، ثم نضعها في الفرن لتصبح بهذا الشكل، ثم نزينها بالفستق.